صدق اويلاتي وصدق. كل الديمقراطيه تاع اوروبا زادت في الجزائر. يقول لك الديمقراطية ولدت في الجزائر. جميع الديمقراطيات وبدون استثناء. يعني الديمقراطية في أمريكا وفي فرنسا وفي اليونان وفي الدنمارك. الثورة البرتغالية ترعرعت هنا، الثورة اليونانية كانت هنا، الثورة الإسبانية كانت هنا. خلقت وزادت كما تزيد خالد بن من قاع الزهرة، ماشي من القدام، من الله ورا من الله ورا. في المؤخرة نتاعنا نظيفة 100%، إذا وراه العيب. هكذا ولدت الديمقراطيات في الجزائر. الديمقراطيه هذه حاسديننا فيها، عيني حاضيني معينيني. اكبر ديمقراطيه حصلت في الثمانينات، واحد قتل 250,000 بني ادم بعد انتخابات علشان نتائج الانتخابات ما عجبته. انا راجل ديمقراطي بسمع كل الناس واللي في دماغي بعمل. لازم على كل جزائري يكون على باله شكون اللي قتل 250,000 جزائري في فتره العشريه السوداء. ثم قال ماذا؟ احنا اللي درنا الفتوح. شكون اللي شرد الدين في اوروبا؟ احنا جزائريين. هيا نضحكوا كاملين. كنا احنا الدولة الثانية اللي اعترفنا باستقلال الولايات المتحدة. طيب يا سيدي شكرا كفاية. ربما اضيف على ما تقدم به الاستاذة، الجزائر هي الاول دولة تعترف باستقلال امريكا. The first nation to recognize my country was Morocco. ثم قال ماذا؟ يقول بان جورج واشنطن اهدى الكوابس للامير عبد القادر. شوف روح الميزي تاع المجاهد، شوف الكوابس اللي عطاها جورج واشنطن للامير عبد القادر. هذه راه ماشي سلوهية. وشنو هي؟ دوبرمان. لقد أطلق سلوقية دوبرمانا. من اللي كتقلب في التاريخ كتلقى بأن جورج واشنطن مات سنة 1799 والأمير عبد القادر تزاد سنة 1808، يعني 41 ولا 45 سنة ديال المسافة الزمنية، وهي مسافة الكذبة الكبيرة التي أطلقها السي الرئيس الجزائري. هذا كذاب منتهي، نصدقه بعد حنا؟ هذا كذاب. تبون وفي حديثه أمام مسؤولين محليين قال: لقد اكتشف الشعب الجزائري مؤخرا أرقاما مهولة من الأموال التي نهبت لعائلة واحدة عندها 500,000 مليار، أي ما يقدر ب 36 مليار دولار. هل يمكن أن يكون هذا الرقم صحيحا؟ كيف يمكن الاحتفاظ ب 36 مليار دولار؟ صدقني أنا لو أعرف أقول لك، أنا ذات نفسي مش عارف. رد عليها رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس اللي كان مستغرب جدا من حاجة زي كده. فنجيب بيقول 36 مليار الحجم المكعب قد يكون عمارة سكنية متعددة عدد الأدوار أو في نفق تحت الأرض. 500,000 مليار دينار تبني بها برج خليفة نقدا. فهو بيشكك في الكلام وبيشكك في الأرقام اللي بيقولها الرئيس تبون. تخيلوا يعني الحماقة اللي يوصل لها تبون النظام. والله العظيم يا جماعة الجلسة اللي بيعملها مع الصحافة ديالهم في الجزائر تحس انك قاعد في قهوة، يتكلم معهم كأنه قاعد معهم في قهوة، وكلام سخيف كلام أهبل. الدنيا من تخضع والقيامة قائمة والزيلة خارج يهضرنا على الريوك. الفيلسوف قال لك انا نفهم الديب لما منين يكون ياكل في الخروف تسيل اللعاب نتاعو بالدار جاي يريق، اما الخروف ياكل فيه الديب هو اللعاب نتاعو تسيل هو يريق ويتلدد. ايه القرف تاع جدعان في ايه؟ عيش يا بحر العلم يا فيلسوف الحمير. الخروف ياكل في الذيب والذيب يريق، والذيب ياكل في الخروف والخروف يريق، وبعد الخروف ينتكم هو يتلدد والخروف يريق. ارحم باباك، هذا مستوى تاع رئيس تاع بلد، يعني شوارعي، رئيس شوارعي بكل ما تحمله الكلمه من معنى. اللي قالها قال الناس تغلبني انا طاطاختك، روح شوف فيها بلاصه اخرى مش هنا. احنا لحمنا مر وقسما بالله العلي اللي نحكموا ماني طالب. هيا نتكلموا على الانجازات يا سيدي. صدق اويلاتي وصدق، قاعدين يدشنوا في حمام. لا هذه تستحق احتفالا بحضور السلطات المحلية، الوالي وكبار المسؤولين. احتفال عظيم بالورد والطابيروج والبندير يا والزغاريت. تم تدشين مرحاض بيباتنا. صدق اويلاتي وصدق، اليوم ندشن اول موقف للدراجة الهوائية على مستوى بلدية عنابة، يرف التقريب 24 دراجة. 24 بيكالا دايرين عليه حفلة. قمنا اليوم على بركة الله بفتح نقطة بيع، نقطة بيع الحليب ومشتقاته. مدشنين محلابة. صدق أويلاتي وصدق، كمال الرزيق وزير التجارة يدشن مصنع في المدية لتصدير كرعين الدجاج.
الفيتنام. هي أول شحنة لتصدير منتوج لأرجل الدجاج الطازج. هذا المصنع الموجود في تصدير أرجل الدجاج إلى الصين والفيتنام وغير ذلك.